الأمنيات حيلة وحيلة، الولاد والوالدين، وصراع قديم وجديد وخرجة العقل. شكون فينا اللي ما عندوش شي بنت ولا ولد اللي حار معاه وتقاد ليه معاه الجهد وتلفو ليه معاه كاع مبادئ التربية؟ فاتحة، 4 ديال الوليدات، أمر الله والكبدة عذاب. خديجة، 44 عام، من نهار خرج من القراية خرج من طوع والديه. فاطمة، 38 عام، ما بين الشوهة ولا تاخذ حق بنتها، باقة فاطمة كتخمم. مرحبا بكم كلكم في قصة الناس. فاتحة، لما كتجي أم باش تعاود قصة ولدها، بمعنى مضروبة فيها الجدر وبمعنى وصلة فيها حتى العظم، واش أفتيحة المشكل عندك مع 4 ديال الوليدات كلهم خرجين لك العقل؟ عندي غير جوج الكبار، الاخرين باقيين صغار. الدريه كاين الدريه عندها 5 سنين وحده عندها 9 سنين والدريه عندها 15 و19، هما اللي خارج من المخرج ديال العقل. اذا الولد اللي عنده 19 والدريه اللي عندها 15 عام هما اللي متلفينك. نعم، شنو المشكل بالضبط؟ الدري اختي ما بغى لا يقرا لا يخدم لا يدير حتى شي حاجه. قال لك باغي موطور، باغي سبرديله ب 20000 ريال، باغي تجين ب 12000 ريال 14000 ريال، باغي الفلوس، باغي بيسي، باغي يخرج، باغي يدور، باغي يبقى خارج حتى ثلاثه الليل الربعه. يبقى ناعس لوحده جوج، عندي غير بيت واحد، تيبقى ناعس. ما حيلتي نخدم ما حيلتي نقابلو، تيبقى يضرب خواتاتو تيقول. واخا فتيحه، 4 ديال الوليدات تبارك الله ومتفوتين في العمر. شنو العلاقه بيناتهم؟ كيفاش كيتعاملوا بيناتهم؟ كيفاش كيتعايشوا بيناتهم؟ هو مديره مع اخته اللي عندها 15 عام، ديما مضاربه هو وياه، ديما مخاصم هو وياه. الا خدمت تنجي نلقى المشاكل والصداع، والا بركت في الدار خصني ما نصرف عليهم. انا امراه ارمل ما عنديش راجل، خصني ما نصير عليهم. ما كاينش باهم، ما كاينش باهم، باهم ميت. نعم، انت الراجل انت المراه. انا فيا الراجل فيا المراه فيا كلشي. انا تنقول لي بغيتك انت تكون ولدي وانت هو راجلي وانت هو راجل ديال الدار وانت هو كتافي وانت اللي غتحمل. تيقول لك هو انا ماشي شغلي، سيري انت تخدمي، انا ما نخدمش. واخا هو اش كيقول لك؟ تيقول لي سيري انت تخدمي. نعم، تنقول لي خرجتي خدمتي، يقول لي لا انا ما نخدمش، انت تخدمي. فاتحه، انت كتقولي لي انت الراجل، انت اللي غتهز ديال الدار، هو انت اللي غتهز معايا الحمل، انت هادي انت هادي. تيقول لي لا انا ماشي شغل انت. هو باغي يهز الحمل، ما باغي يهز الحمل، يكون راجل الدار، ما باغي يقرا، ما باغي يدخل السونتر، باغي غير يلبس وقاد وداك الشيء ويخرج. ما يجي حتى الثلاثه الربعه الصباح تنبقى عاس عليه، حيت عندي انايا ساكنه مع الجيران، ما يمكنش ليا يدخل وقت ما بغى يخرج وقت ما بغى. خصني نبقى انا تنحل عليه الباب، يدخل يبقى حتى لوحده. عندي بيت واحد تينعس، تيقول لي ما تشعلوا التلفازه، ما تقرقبوا عليا، ما حتى شي حاجه، حتى وقت اللي نوض خصو ينوض يلقى الماكله موجوده. فتيحه، الولد اللي كيدخل حتى الثلاثه ديال الصباح فين تيكون؟ الله اعلم. مبلي عنده شي حاجه واحده اخرى، اش كيخليه تيصرف الزناقي في حتى لنصاصات الليل؟ تيقول لي انا ما نبليش، تيقول لي نصر ما نبليش والله اعلم. انا عرفتو شنو تيدير، تيخرج في الزنقه ما عرفتو شنو تيدير. ما كتبعيش من مورا، ما كتقلبيش؟ تنخرج نتبعو، تنتبعو وداك الشيء تنجيبو ولا تيعيرني. تنخرج يقول لي مالي انا دريه تابعاني، خليني وقت ما عجبني الحال غادي ندخل. ما حيلتي دابا نخرج نخدم، ما حيلتي نقابلهم. الا قابلتهم غادي يموتوا بالجوع، شنو غندير لهم؟ الا قابلتهم شو خصني؟ هو ما بقاش كيقرا، ما تيقرا، باغي لا سونتر، ما باغي حتى شي حاجه، باغي غير يلبس اللبس ويخرج للقهاوي ويدور ويجي وقت ما بغى ويدخل وقت ما بغى ويخرج وقت ما بغى. الماكله الوقت اللي بغى خصها تحط ليه الماكله. وحيت هو باغي هادشي كله، وحيت انت كتخرجي تخدمي وتضربي تماره، واش كتقدري توفري ليه هاد الحوايج ولا ما كيقدرش؟ اختي ما تنقدرش، انا تندير غير الميناج على العيال، ما يمكنش ليا، ما يمكنش ليا نشري لي سبرديله ب 20 ونشري لي موطور ونشري. قال لي الا ما شريتي هي موطور نتاحر. ايه ما يمكنش ليا، انا عندي 4 الوليدات. وبالمقابل هو شنو تيدير؟ ها اش كيدير هو؟ ما عرفتش اختي شنو تيدير. تيمشي تيخدم، يبريكولينا وبريكولينا بعض المرات ملي تيعص يبقى يعوض داكشي تنضطر نعطيه. واخا نقولوا الولد ما قبلش انك تتبعيه، ما قبلش انك تراقبيه، لانه هو الولد ما عندوش النفس عليا انا باش يبركني ويقول لي لا انا ماما انا اللي غنخرج نخدم وانا هو راجل الدار وانا اللي خصني نخدم عليك. ما عندوش، ملي نقول لي خرج تخدم يقول لي خرجي انت، انت شنو باقي ما عندوش النفس، ما عندوش الشخص، ما عندوش النفس عليا. تقول لي انا ما عندوش ماشي مو، تقول لي انا عدوته ماشي مو، ما كيحملكش، ما تيحملنيش. ولكن منين جات هاد ما كيحملكش وما تيقبلكش فتيحه؟ هاك هاك، عمرك سولتي راسك؟ ها عمرك سولتي راسك علاش ولدك ما تيقبلكش وما تيحملكش؟ ما عرفتش اختي علاش. تنهضر معاه تنبرك معاه تنقول له وليدي انت تخدم عليا، انا ما بقاتش عندي الصحه انا هادي. تيقول لي لا خرجي انت تخدمي.
حيت المحنه كتجي من الوالدين وقال الفاتحه. تنهضر مع حاولت نهضر معاه بشويه ونتفاهم انا وفي الاخر قال لك لا جوجيني، خرجي انت وجوجيني انا. اه دابا بغى يتزوج. اه قال لك ما نخدمش ونتزوج، شكون اللي غيهزك انا؟ قلت له الا بغيتيني نخرج غنخرج انا كري انا والدريات وانت تحمل المسؤوليه كري. قال لك لا انت تخلصي لي الكرا وانت تخلصي لي الموضوع وانا نتزوج ونجيب المراه. واخا هادي هذا نبيل 19 عام اللي مخرج لك العقل، والبنت البنت اختي شنو مشكلتك معاها؟ البنت اختي باغا تلبس، باغا تعرف مع شي وحدين خايبين، باغا تخرج للمدينه، باغا بيسي، باغا تمشي تشاطي، باغا هادي باغا هادي. انا ما يمكنش لي اختي، انا ضاغطاها. زعما فتيحه تقدر تكون من بنات جيلها، تقدر تكون من بنات جيلها زعما تلبس ولا بغات تشاطي على قد الحال. نعم. تلبس على قد الحال، ما تمشيش ليا تخليني انايا نخرج نخدم وهي تخرج تضيع، ما تمشيش للمدرسه. فين كتمشي؟ الله اعلم فين تتمشي. عمرك ما تبعتي بنت الخدمه؟ عمرك ما تبعتي بنت؟ تنتبعها دابا وليت تنتبعها، مني بركت من الخدمه تنتبعها. واش كتلقاي عليها؟ تلقاها خارجه للزنقه. مع من فين تتمشي؟ مع من تتغرفق؟ ما تنعرفهاش تتغبر حتى تتجي، بعض المرات تخرج غير تشوفني ضاغطه عليها وداك الشيء باركه ولا نخرج شي مره شنو تيقولوا لي ناس خرجتها بالبيجامه. يعني خصها اي فرصه خاصها تخرج منك. اه خاصها تخرج، واخا نخرج غير للسويقه خاصها تخرج. نعم. دابا انا اضطريت نبرك من الخدمه باش نقابلها، حيت الا ما قابلتهاش لا هي ولا هو تينوضوا الصداع وتدير هي اللي بغات. ومناش كتعيشي؟ ها؟ مناش كتعيشي؟ مناش من الناس تيعطوني. اه. ولكن الناس راه عياو، الناس شحال قدهم. وبنتك شنو العلاقه يعني حتى هي نفس هي ما حاملكش وما قابلكش ورافضك بحال نبيل؟ اه تتبغيني وعزيزه عليا وكل شيء، ولكن بغاتني دير اللي بغات، قالت لك انا ندير اللي بغيت. الا كنت عزيزه عليا زعما قالوا لي الناس تفاهمي معاه، تفاهمت معاه بشويه. انت بنيتي ما تطيحيش في داك الشيء اللي طحت فيه انا. فاش طحتي انت؟ كنت انا قاريه وما تجوز صغيره، كراني تسنى اختي كاع نخرج نضرب السطل والجفاف وما لقاش الخدمه. قلت لها ما طيحيش في قرايه بنيتي، القرايه راه هي كل شيء، قرايه بنيتي. وانت لا بغيتي تجوزي تجوزي بشي واحد خدام مزيان وانت تكوني قاريه، ماشي الدريه يلاه تتقرا في الثامنه وقالت لك هي باغا تجوز. يعني الولد بغى يتزوج والدريه بغات تزوج والبنت بغات تزوج. طيب مازال غادي نرجعوا لك فتيحه ونكملوا الطرف الثاني من القصه ديالك ومع قصتك مع الكبده، جوج يعني جوج طراف من الكبده ماشي سهل. خديجه شنو مشكلتك مع يونس؟ وعلى حسب ما قلتي لي باللي عندك البليه، مشكل مع البليه بزاف اختي. نعم. باش نبلي يونس 19 عام خرج للميدان الحراف، المخدرات المحشونة هادي هادي، اش كدير هادشي يونس؟ ماشي شغلك ماشي سوقك. اضطريت تخرجو الزنقة الشارع، قلتلي سير تا تشوف وتشبع وتقنع، وديك الساعة جيها الباب محلول لك. قلتي لي سير؟ سير حتى تشبع من الحيرة؟ من هادشي تشوف اش غادي يطلعك منه. قهرني بزاف، اضطريت كنعطيه ونعطي ليه وكلشي والو. خديجة منين ولدك خرج عنده 14 عام قلتي الميدان الانحراف، فين كنتي انت؟ ديما اختي ديما كنهضروا معاه، ديما اللي في راسه هو اللي في راسه، ديما واكل شارب مكسي مصبط الحاجه اللي بغاها كنوفروها ليه. بس زعما ما يمشيش يدير شي حاجه اللي خارج على الطريق، ورغم كذلك البليه هي البليه. باه اش كيعاود في هذه القصه؟ شنو علاقته بك؟ انا خارج سوقه قلت له با خرج سوقه، قال كان خرج سوقه، بغى يكون راجل يكون راجل، ما بغاش دبر راسه. انا ما عندي ما ندير ليه، واكل شارب ناعس مكسي مصبط اللي بغاها كنجيبوها لي. واش بغى؟ واخا باه امتى قطع الاتصال مع ولده؟ امتى خرج من الدراسه؟ خرج من الدراسه صافي، بقاش عنده علاقه معاه. وانت ما حاولتيش يا خديجه تجلسي مع راجلك وتقولي هذا الشيء اللي كنديرو راه؟ قلت له قلت له، قال لك لا علاش؟ قال لك هي خاصني ندير ليه هكايا باش يجمع راسو ويدخل سوق راسو، الا ما جيناش نزيرو عاوتاني غادي يمشي. نعم. وانا دابا كنحمد الله بعد عام اللي ما خرجش ليا مع الشفاره ولا مع اللي كيكريسي ولا البلياق كيديرها. البليا يعني الحشيش؟ يعني الحشيش المعجون الكارو كلشي كيدير. شحال في عمرو دابا يونس؟ عنده 23 عام. من 14 عام حتى 23 عام. وهو يعني انت قلتي ليه سير تتعيا وترجع، مازال ما عياش، مازال ما رجع لكش. ما اللي غيعفو الله غنحيد هادشي كامل. واخا ملي كنتي جايه خديجه عندنا هنايا لقصه الناس باش تعاودي لنا قصتك مع ولدك، اش قلتي لولدك؟ راه غيشوفك، اش من مبرر باش بررتي ليه الحضور ديالك هنا؟ قلت لي انا غنمشي وغادي نصرح بداك الشيء كلشي اللي كدير وغنشكي بك للناس للمجتمع. المجتمع باش هاد الطريق تشد الطريق اللي هي صالحه لك، لان هادشي كله ما منه والو. واش قال هو؟ هو قال لي الله يجيب العفو. اه
قال لي حقا انا ظلمتك وجرحتك وديت لك شحال من حاجه وخديت لك وكل شيء، ودابا كنطلب منك نطلب الله يهديني وتسمحي لي. وكا كيقولها لي ملي بغيت نجي لهنا. بمعنى يونس خديجه راه زعما موقفتي الم نشوفوا ام قدمت الاستقاله هي والراجل وقالوا للولد خرج حتى تعيا وترجع للولد. دابا تيقول ما كرهش حتى دابا ما تيتعداش وما تيضاربش وما تيوقفش مع الدراري ما كيجمع ما والو. هوك يدخل يدير تيعيا ويحضر راسه يدخل ما كيعرفوش واش ولدي كاع. وانا كنقول شو هذيك النظره ديال الناس اللي كيقول لك يونس مزيان يونس درويش يونس هادي اش بغيتي عباد البليه. وكيقول لك انا النهار اللي عفو عليا الله غنحيد. ما كتحسيش خديجه باللي عندك واحد شويه المسؤوليه في هذه القصه في هذه القضيه؟ نهار الراجل هز يديه من الموضوع ديال يونس، اش بقيتي كديري انت؟ بقيت كنجروا ليا بزاف. كتعطيه بالتخبيه؟ كنعطيه ونما كتراري بيه وتحزري بيه وكل شيء وشاده بيديه باش ما يمشيش ليا شي حوايج اللي ما بغيتوش انا يوصل ليهم. ايه ولكن راه مشى، علاش ما خليتيش مع باه منو لباه؟ لا عندي الراجل صعيب واعر، قال لك ما يدخلش عليا. في اللحظه اللي خرجت انا ويا الزنقه خرجنا الزنقه مع ولدي. ولكن التدخل ديالك واش جاب شي نتيجه؟ وبعد كمان اختي شويه الدري بدا كيتراجع مع نفسه. 14 عام حتى 23 23 واش ما عمرها خديجه انت ولا راجلك قلتوا اجي ونشوفوا هذا الولد ديوه للمركز ديال معالجه الادمان ديوه للجمعيات ما بغاش نبطروا به؟ ما بغاش ما بغاش. حاولت معاه قلت لك انا اللحظه اللي جريته وقربته مني وكنتعامل معاه بغى السبر ديال شي تالي ب 20 بغى بيسي شريته ليه بغى شحال من حاجه كنحيدها من راسي وكنعطيها له. ماشي الفشوش ديالك خديجه هو اللي خرج عليه؟ ها ماشي الفشوش هو اللي خرج عليه؟ لا حاولت انا باش ما يمشيش هي تعطى لي الشفره وتعطى لي زعما الحبس وتعطى لي جراه لعندي باش ما يوصلش لدوك البلايص اللي ما بغيتش انا نمشي ليهم. راجلك قلتي باللي صعيب راجلي صعيب راجلي قاصح واش كان تيضربوا في الصور ديالو؟ كان كيضربوه العصا القتيله كيعطيه القتيله قتيله وكيخرجوا الزنقه للشارع. واش ماشي ديك القتيله اللي كانت الصغر هي القتيله اللي تبلورات وتطورات دابا ولات هذا العنف اللي معاكم خديجه؟ دابا هو الساعه دابا ما تيشوفش الاتجاه كاع ملي تيكون با في الدار ما تيكونش هو. وكيدير انت وسط راجل وولد ما كيتشوفوش؟ واش كندير كنسانسي معاه باه ونسانسي معاه هو هذا هو الحل ديالي. كنقول ليه لا غيجي واحد النهار اللي غتندم واحد النهار غادي يعفو عليا الله واحد النهار غادي يرد به الله غير نسانسي معاه ترجع الماء المجاري وصافي عندنا ما غنديرو. وانت هي تتسانسي معاه باش يعفو عليه الله وترجعيه ليه؟ تراجع. ولكن هو واش كينقص من البليه ديالو ولا باقي زايد؟ لا غادي لا غادي وكينقص غادي وكينقص. كيفاش هو يونس ملي كانت عنده 14 عام ذاك الوليد اللي كنتي كتطمحي فيه علم الله شنو كنتي كتقرا مزيان علم الله شكون كنتي ناويه في ذاك الولد؟ كيقرا مزيان وكيجيب المعدل مزيان وكل شيء البليه. نهار اللي بدا بالبليه نهار اللي دابا كيداير حالته؟ كيدير هو؟ لا بخير زعما هي نورمال. لا شتي قلت لك دري تعزلي عاوه وسدران. نعم دري نقي زعما وكل شيء ولكن هاد البليه. واخا وليداتك الاخرين؟ لا خصي ما عندي حتى مشكل معاهم الحمد لله مزيانين بخير على خير. عندي اللي تابع يونس في البكالوريا هاد العام واللي تابع هذا ولدي اللي في البكالوريا في الخامسه في السينكيام والوليدات الاخرين صح. كيفاش هما هاد الاربعه الوليدات كيشوفوا خوهم؟ لا صافي هما خدوا التجربه غير من خوهم. قال لك حنا ماما ما بغيناش خونا يدير داك الشيء وما بغيناش يتشمكر ما بغيناش يدير هاد الشيء. حنا شفنا غير من خونا ما عندنا ما نديروا بداك الشيء. كيدخلوا معاه في الحوار كيقولوا له يونس اخويا الله يهديك. حتى من الصغير حتى من الصغير كيدوي معاه وكل شيء. واش كيقول يونس؟ هو كيقول لهم انا النهار اللي غيعفو عليا الله راه غنحيد هاد الشيء ما عندي ما ندير به. هذه هي الكلمه اللي كيقول كيقول لك غير يجي واحد النهار وغنحيد هاد الشيء كامل. ماشي هو ما كاينش عنف لا ديال يونس في علاقته مع خوته؟ لا 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 في علاقته معاك درويش درويش درويش. نعم نقدر كاع نضربو نقدر نعايرو نسبو ما تيجاوبنيش. منين كيجيو الفلوس باش يتحششو باش يتبلاو باش كنعطيه اختي باش ما يمشيش ليا مع الشفا. انت كتعطيه؟ انت كتعطيه؟ نقول اللهم انايا نعطيه ولا يمشي يدير ليا شي حاجه. انت ملي كتجيبوهم انت ما خدامه من الردابه كتاخذيهم من الراجل؟ كنخدم بعض الخطات كنخدم وكيعطيني الراجل كنخدم انا. الراجل عارف بلي انت كتعطي لولدك الفلوس باش يمشي يتحشش؟ لا كنعطيه اللهم نعطيه اختي ولا يمشي ليا نحارف. فين هي المسؤوليه ديالك انا خديجه؟ واختي انا دابا كنساس شنو معا. شنو شنو كتحسي براسك واش انت مذنبه في حق هذا الولد بالفلوس اللي كنتي كتعطيه ولا بالفشوش ولا هذا الشيء اللي عطى الله ما عندك ما ديري؟ صافي اختي هذا الشيء اللي عطى الله ما عندي ما ندير.
حيت حاولت انا معاه وحاولت وحاولت ما كنطلب الله يهديه هذا الشيء اللي كنقول الله يرد به. ولكن خصكم ديروا السبب. السبب شنو هو خديجه؟ كاين المصحات، كاين الادمان كيتعالجوا، الناس كيتعالجوا في الادمان. واش هزيتيه من يديك ومن يديه وقال لك واحد النهار لا ما مشيش معاك؟ هو كندي بعض الخطا حتى لعند الطبيب اختصاصي في المدينه وكل شيء، ونديه ونشد النوبه ثانيه وفي الاخر اسلت. انا ماما غادي الطواليت اسلت. شحال مره ديتيه؟ دي جوج خطرات. من 14 عام حتى 23 عام ديتي جوج مرات. ما بغاش ما بغاش ما بغاش اختي. واش ما كتشوفيش خديجه باللي راجلك الاب ديال يونس عنده طرف كبير من المسؤوليه في هذه القضيه؟ واش ما كتحمليش المسؤوليه؟ اختي الراجل عندي ديما دي بلاسما تيكونش كيمشي بشهر يمشي ب 20 يوم، فهمتي؟ دي الفرصه اللي استغل ولدي انا. الغياب. الغياب ديال بوا. الغياب. الغياب اللي انت ما قدرتيش تعمريه. الغياب ديالو هو. نعم. شكرا لك خديجه. غادي ندوز لك فاطمه. وانت صريتي انك تدوزي معنا يعني بهذا الشكل اللي غيشوفوه المشاهدين الكرام، غادي نعرفوا علاش وكيفاش وشناهي المبررات ديالك وشناهي الاسباب ديالك. فاطمه انت كيف ما قدمتك في الاول ما بين الشوهه ولحق بنتك، انت مازال واقفه كتخمي وكتقلبي على الحل. بنتك اشنو علاقتك بها؟ علاقتي ببنتي انا، علاقتي ببنتي دايره اكثر من جهدي عليها باش تكون حتى هي تهزني حتى انا وتقرا، ولكن تبعت لي البنت ماشي مزيانين. اش تبعت لك؟ تبعت لي البنت ماشي مزيان، جات المراهقه خايبه. شحال في عمرها بنتك؟ 14 عام. 14 عام. نعم. وانا دايره اكثر من جهدي عليها، انا الراجل انا المربطة، بغيتها تكون حتى هي احسن البنات، بغيتها بالنيفو ديالها، بغيتها تقرا اي حاجه قلت لها نديرها لك، ولكن هي فاطمه بنتك في 14 عام خرجت من يديك، خرجت من طوعك. هي ما باقا شويه بين يديا كتخاف شويه مني حيت باها ما كاينش لعبت عليها. فين مشات باها؟ باها مشدود. باها مشدود. عاودي لي كيفاش بنتك خرجت من طوعك؟ شنو شفتي عليها؟ شنو لقيتي عليها؟ شنو ما كتدخلش للمدرسه. المدرسه قالت لك هي اللي ما بقيتش بغيت هذا. ترافقت مع شي بنات منحرفات كيديروا كل شيء مبليات هذا، انا خفت حتى هي تبع هذيك الطريق. هي كتقول لي لا ما تخافيش عليا. قلت لها لا بنتي سيري قراي انا نجوع وندير لك المستحيل باش تطلعي. وهي الله يهديها. هي هذا المستحيل ولا هذا التمر اللي كتضربي عليا ما همهاش. ما داخل الهضر من هنا تخرج من هنا. إلا دويتي معاه أنت تقول لها يلا هير شي بلاصة ولا هذا، واخا تكون فيها الضرر تمشي. وإلا قلت لها بركي يا بنتي في الدار، أنت بركي قابلي غير خوتك، ما بغيتيش تقراي بركي. ملي زيرتها سيمانة ما صيفطتش المدرسة ولات كتغوت، قالت لك لا ديري لي مالادي ورديني، ما بقيتش غادا نمنك. وشنو اللي مهرب بنتك فاطمة من الدار؟ المراهق دايره معاه المستحيل، زعما ما كاينش شي حاجه، ما عندها لا خوها لا حتى شي واحد اللي غيضغط عليها ولا هذا. هي عندك بوحدها؟ عندي وليدات صغار. وليدات صغار يعني هي الكبيره ديالك؟ هي الكبيره، هي البكره عندي. نعم. واش انت قاصحه مع بنتك؟ شويه ارتبيت مع لا عاودي لنا بعدا شويه قاصحه عاد نشوف الرطوبيه. كتدخل فين كنتي؟ انا كنت غير ولا تقول لي يا ماما انا غنهبط على قدام الباب ونطلع، كنطل نعيط ما كايناش التليفون ما كتجاوبش، وكنولي نلبس جلابيتي ونخرج نقلب عليها. وليت انا دايره فحال دوك الناس ناعسين وانا يا باركه كنتسناها. طلع يا بنتي باركه كتقول لك بلاتي انا مع البنات، انا غير مع فاطمه تتقول لها طلع يا بنتي بهاد المحنه باش كتهضري معايا ولا طلعي الفاعلايا التاركه قدام الناس وقدام البنات والبنت كتقرص؟ لا قدامي نطلع نطلعها للدار وديك الساعه ندير فيها اللي بغيت. كتشديها لدرجه انني واحد النهار كنت غنقتلها. كتضربيها؟ كنضرب. وملي شتها ما بغاش الطوع تصاحبت معاها. دابا حتى هي بغات تلبس بغات هذا، قلت لها انا ندير المستحيل على قبلك غير شدي معايا غير الطريق. دابا شويه كتبان لي كتراجع، ولكن الا مشات حتى جاتها شي بنت ولا شي حاجه
ما تعقلش عليك، ما تعقلش عليك ديك الساعه. واخا نرجعوا شويه واحد 10 سنين للوراء، وعاودي لينا كيفاش بنتك كانت في الصغر ديالها، واش بنت كانت كيفاش انت كنتي كتعاملي معها، وكيفاش هي الطفوله ديالها؟ بالعكس الطفوله ديالها دازت مزيانه ملي جيت لهذا الحي. مزيانه بحالاش مزيانه فاطمه؟ مزيانه بمعنى كنت غاده كتقرا كتدخل ما كتهز. دابا ولات تم الهضره الا دويت معاها ولا بغيت نتحاور معاها ما بقاتش كتهضر بالالفاظ ديال الفاظ الشوارع صافي ياك. تنهض عليك ولا انت يا دويتي معاها في الصالح ما كتبغيش اللي كيدوي معاها في المعقول. واش فاطمه قبل يمكن الوجود ديال باها، الحضور ديال باها في حياتها هو اللي كنخليها مهدنا؟ كانت كتخاف. كانت كتخاف. الفتره اللي ما كاينش باها صافي الدريه تقلبات، هزيتي وحده وحطيتي وحده كما كنقولوا. سيرتو داك المجتمع اللي عايشين فيه حنا خايب، هذاك الدرب اللي سكنت فيه هو اللي يقلبها لي. كنضطريت دابا انني غنتحول على قبله. واش غتحولي الدرب ولا غتحولي العلاقه مع بنتك ولا العقليه باش كتفكري انت وبنتك؟ غنتحول انا من السكنه عاد غنتفاهم مع بنتي. بغات غنديها لطبيب نفساني ولا نشوف نجري بعدا بنتي نشوف اشنو عندها في الدماغ ديالها. مازال غنرجع لك فاطمه، مازال غنعرفوا بزاف ديال التفاصيل ديال القصه ديالك. غادي نمشي للكوتش ناهد رشاد المساعده النفسيه. اش بان لك ناهد في هذه القصات اللي سمعتي؟ انا اول حاجه بغيت نقول لكم الله يكون في العون. علاش؟ حيت الواحد ملي كيجي يتخرج شي واحد كيسوق الطياره كيعطوه الفرصه يدير العام الاولاني والثاني والثالث ونجح وسقط حتى كيعطوه الدبلوم. شي واحد بغى يدوز البيرمي كيعطيوه هكاك دير تسقط المره الاولى والثانيه وكلشي كيدعموا ايده. حنا كتخرج من السبيطار ولا الكلينيك كيقول لك كاين باك مسعود، ما كتعرفيش خاصك ديري معاه كيفاش تربيه كيفاش. دونك اول حاجه هذاك الدرب غتحطوه ليا هكايا في طارو الزبل، حيت كل واحد كيدير استطاعه ديالو مع داك التربيه ملي كيجيبو للدار. حيت ما عندكش كتاب كدوري فيه الوراقي وتقلبي اش غندير في هذه الحاله واش غندير في هذه الحاله. هذه اول حاجه. ثاني حاجه بغيت نرجع لكم غير الاول كاع الاساس. الضاله ملي كتبنيها مع الولد خاصك ديريها ما بين الزيرو حتى لست سنين. هذيك الا عطيتيه شي قيم ولا عطيتيه شي حوايج مهمين كيتبناو في هذيك الساعات. هذيك الساعات اش الواحد خاص يدير؟ الوالد الوالده تماك فين كنعلموا الاداب، كنعلموا الاحترام ديال الوالدين، كنعلموا بزاف د الحوايج. حيت ملي كياخذهم في ذاك الساعات اما موندوني ملي كيكبر ملي كيجي يقلب شنو في الضاله ديالو كيجبد داكشي اللي الوالدين علموه. وغالبا حنا اش كنديروا في المجتمع ديالنا؟ حنا البنت كنربيوها في شيء والولد كنربيوه في شيء. البنت كنوضي ديري الخوك يعطي الخوك فعلي الخوك تركي الخوك، والولد كذلك. انت لا انت ما ديرش ما تعذبش بابا كتولي الام. شحال مره انا كنشوف شي حوايج الام مخليه الولد صغيور وهي اللي كتمشي تسخر على ودو. سي نورمال كو ملي كبر الشريفه يقول لك لا لا اش جالسه ديري نوضي تخدمي انت. الا ولفتيه من الصغر هكاك وانت اللي كنتي كتمدي ليه وما كاينش هذاك لا ريسيبروسيتي ما كيرجعلكش الفضل اللي كديري بحال اللي كتعطيه النموذج اللي غيتبع عليه. ملي كيكبر كيلقى هذاك النموذج كيمشي يتلاقى معك فيه كيقول لك واش كاين شي فلوس غتجيب لي شي فلوس هذا النهار ولا لا. هذه اول حاجه. كاع الامهات اللي كيسمعوني الله يجازيكم بخير، دو زيرو اسيزا من صفر لست سنين الا كنتو غديروا شي فائده ديروها في ذاك الساعات. نعلموا الادب والصواب ويحترم والديه ويحترم خوته وكاع بحال قلتي كاع داكشي اللي خاصك تبغي تلقاه فيه ملي يكون كبير يتعلم ويتقال ليه ملي يكون صغير هكايا ويتعلم. هذه اول حاجه. ثاني حاجه المراهقه معروفه سي دو زيطا. الدري كيموت كدري ومازال ما خلاقش كراجل، البنيته كتموت كبنيته ومازال ما خلاقتش كامره، وعندها واحد الفتره بحال هكاك اللي كتكون شويه دايخه. وحاجه وحده كتعرف الدري في هذاك الوقت عنده لي كونفلي فريمون الصراع مع راسو، بعدا مدابز مع رجليه ومع يديه ومدابز مع العالم باسريه، واول وحدين كياخذهم كانمي هو البولم. دوك داكشي راه ما كيكونش ضد، حيت سمعت قبيله كتقول بحال ما كيحملنيش، كيكون هذيك الفتره هو براسو ما حاملش راسو، دوك ما عنده حتى شي علاقه بك انت كماما ما كيحملكش. نو هو هذيك الفتره كتكون بحال شي واحد اللي يلاه كما قلتها لكم بحال الموت. الموت فريمون مازال ما خرجت من هذه الفتره ومازال ما تخرجتش للاخرى وشويه مخربق اكسترا. من ناحيه المخدرات اي سي فري الوالدين كلهم حاجه وحده اللي كتهلكهم وكتخلعهم هي المخدرات. من حاجه وحده كتبدا بعدا بالمرافقه. حنا اش كنديروا؟ كنديروا داك ها
ياك واحد تحكى ولا كيتحشش. اوغ الا كان الواحد الوالدين متبعين وليدات من الاول، فين مشيتي فين جيتي من الصغر، قريتي مع من قريتي، شكون صحابك في المدرسه، مع من كتهضر، عرض على صحابك نشوفهم، نمشي عند صحاب وليداتي ونشوف الوالدين من الصغر، كتولي كتعطيه بحال اللي هو غادي، ملي كيروم شويه كترجعيه، كيروم شويه كترجعيه. حنا اش كنديرو؟ كنطلقوا الجان. ملي كتوصل لادوليسونس اللي الكتاف كيتكادو، كيولي هو كيقدر يبدا يهضر معاك بحال حيت الكتاف تكادو، كتجبري داكشي هرب عليك. لا، الواحد يتبع مع الوليدات من الصغر، كيفاش وعلاش ومع من، شكون كيرافق. وحاجه وحده اللي هي مهم، كنسمعوا بزاف د المرات داك هذا مفشش. ما كاينش مفشش، كاين الوالدين اللي ما داروش الحدود. الوليدات ما مخلوقينش باش يكونوا مفشين، هاد ليطا ديال الفشوش ما كاينش، حنا اللي خلقناه كوالدين. النقطه الاخرى اللي مهمه بغيت نقولها ومن بعد نعطي لا باغول لنهاد، المخدرات، الناس اللي كيسمعوني وعندهم الوليدات، المخدرات، الشراب، الكارو، سي تري سامبل. الى الوليد ولا البنيته النهار الاولاني هزات كارو، شربات كاس ديال الشراب، تقرقبات ودارت معاها واحد لا غولاسيون ديال نشاط، تادير دوزاتها وهي ناشطه وضحكه مع صحابها، صافي. علاش كتولي ام مودري قابط فيها الشراب قات فيها لا دروغ؟ الى او كونترير ملي وصلوا وليداتكم، هذه فريمون نصيحه اللي واكده وكتخدم، خذوا وليداتكم ملي تحسوا بهم وصلوا هذيك لاج للمرافقه، يمكن ما غاديش تبقاو تشوفوهم عم كيترافقوا. نهز ولدي ونديه للسبيطار ويشوف الناس اللي كيموتوا بالكونسير ديال الكارو، نهز ولدي ونديه السبيطار الناس اللي كيعانيو من لا دروغ ويسو اون مونك. علاش؟ حيت ملي غادي يشوف هذيك الشيء غيقول ناري كارو ايكال العذاب، غيدخلها لمخو، ما عمرو ما عمرو يعاود يقرب لها، وغتكونوا هانيين اوليو باش تخليوه وتيطيح فيه عاد نولي مين شنو غادي ندير. نعم، شكرا لك ناهد. نرجع لك فاتحة باش نكملوا الطرف الثاني من القصة ديالك مع ولدك ومع بنتك. شنو اللي موترك دابا بزاف فاتحة؟ شنو اللي فاقصك؟ شنو اللي ضاغط عليك اختي؟ فاقصني انا ضاعت في كبتي، كان عندي وليد تيقرا مزيان تيجي هو الاول في المدرسة، خرج الزنقة قطع لي خيط ديال الضو قتلو. فاتحة داكشي علاش دزرت تماك تي ما تنقل اللي بغاو تنديرها ليهم حدا ليا اختي وليد. واش تما كتفكري ولدك اللي ترزيتي فيه كتنوضي تحضي هذوك الجوج الاخرين بربعه تنحضيهم ما تنخليهمش يخرجوا من الضو؟ دابا وليت نخاف باش ما يقربوش لي باش ما يضربهمش الضو. دابا اضطريت باش ما نخدمش باش نقابل هذوك الجوج، ونقابل دوك الجوج كبار، ونقابل جوج دوك الجوج صغار باش ما نعم. واش هادشي ندير اختي؟ واش نخرج نخدم نوكلهم ونشربهم ولا نجلس نقابلهم؟ فتيحه واش هاد الحرقه ديال ولدك هي اللي موته دابا العلاقه بينك وبين ولادك الاخرين؟ هي السبب؟ هي السبب اختي. كان تيقرا تيجي احسن واحد اختي، كان تيجي هو الاول في القيس. امتى وقعت؟ خمس سنين طالع. خمس سنين كانت عنده 17 عام. كانت عنده 17، انا اللي خرجت، انا اللي قلت ليه خرج، انا قلت ليه خرج تيطيب الغدا، انا كنت زعما ما نخليهش يخرج. نرجع لك فاطمه باش نكملوا الطرف الثاني، لانه شي مرات الدموع ابلغ من الكلام وابلغ من بزاف ديال التعاويذ. يعني الحرقه ديال هاد الام اللي ترزات في عزري ديال الايام، والشي اللي خلاك بطبيعه الحال تخافي على وليداتك الاخرين. فاطمه، داكشي اللي خفتي منه طحتي فيه، ديك الحضيه وديك عندك وديك تدخليها من وسط الناس وتدخليها في البيت وتعطيها وتضربيها حتى القتيله كما قلتي، وديك القسوحيه والرطوبيه، في نهايه المطاف طحتي في داكشي من شفتي. واحد النهار في رمضان اشنو وقع بالضبط فاطمه؟ عاودي. كانت خارجه قالت لي غنخرج انا والبنات، جاوا عندها قالوا لا يلا يخرجي معانا غير تماك الزنقه الله اعلم. الدريه ما جاتش، تعطلات، التليفون كان صوني ما كايناش، الزنقه خوات، كنقلب. شحال كان ديال الوقت؟ 12 الليل. 12 الليل؟ اه. بنتك حتى 12 الليل مازال ما دخلاتش؟ لا. وانتي جالسه في الدار ما هانيه؟ قالت لي غير هنايا غندور غير هنا في الدرب، ما عنديش فين غنمشي. وانتي بطبيعه الحال مولفه كتجي حتى 12 الليل؟ لا. لا. لا ما كتدخلش في هذاك الوقت. صافي كندخلوا كنبركوا صافي.
الدراري الصغار ما يمكنش غنهزهم وغنتم غدا خارجه نقلب ولا شي حاجه. اش درتي؟ بقيت باركه حتى جات. ملي جات قلت لها فيك تي؟ قالت لي تلقى لي الشفار، بغيت دير لي التليفون وحط عليا الموس هذا هذا. قلت لها فين؟ قالت لي غير هنايا، ما قدرتش تقول لي خافتني نضربها ولا. جاتك في نصاصه ديال الليل، كيفاش كانت حالتها؟ حالتها عاديه ما، ولكن وجهها مبدل ما عجبتنيش، مخلوعه مفقوصه كتبكي. مخلوعه هي ما مبيناش ليا، ولكن انا حسيت بها ان صافي جات. وهذاك القلب اللي كنقولوا القلب ديال الام اللي كيعلم وتيجيب الخبر، ما نعاودش لك كيفاش، ما نعاودش لك كيفاش تهولتي على بنتك. دابا لدرجه ان دابا الا خرجت ما كتدخل الدار حتى كبدتي كتبغي تفركه. من بعد يومين جا شي حد اش قال لك؟ قال لي بنتك راه كانت غاديه مع البنات، وهذيك غير غتقدر تكون غير حسيفه ولا، لان الدريه مشات معاها. مشات مع البنات؟ مشات مع بنتي الطوموبيل، قالت لك ركباتها ومشاو سبعه. شنو هما سبعه؟ سبعه العزائر شباب داوها. قالت لك لواحد البلاصه ما عرفتهاش هي كاع. ايه كانت غادا تعرض للاغتصاب. قالت لك غير العساس اللي فكها منهم، وواحد معاهم بقات فيه لانها بقى صغيره وداك الشيء، اضطر انه يتخاصم معاهم باش جابها. كيفاش هاد القضيه ديال كانت غادي تعرض للاغتصاب؟ كيفاش؟ انا هادشي اللي قالت لي، قالت لي ماما انا يا عرفتي نجيت باعجوبه. قلت لها غير وريهم ليا ولا هذا؟ قالت لك انا ما كنعرفهمش فين كيسكنوا، ما كنعرف حتى شي حاجه عليهم. الطوموبيله قالت لك اللي عرفت لونها ازرق صافي، ما عرفتش شي حاجه اخرى. قالت لك ما عرفتهم واش مقرقبين ولا مستعملين شي مخدر اللي ما. قالت لك هزوا عليا الموس. هي وصاحبتها؟ صاحبتها ما داروا لها حتى شي حاجه، غير بنتي اللي كيهدوا فيها. هادشي باش قلتي في الاول يمكن تكون حسيفه. نعم. هادشي علاش انايا ملي قالت لي يا ماما راه الدريه اللي معايا راه ما مسوها ما حتى شي حاجه، قلت لها هادي غير هي مسوها. الدريه ما مسوهاش، يعني هي مسوها. اش داروا ليها؟ اغتصبوها. اغتصبوها سبعه. واش درتي؟ ما عندي ما ندير، لانني غير بوحدي وما قلتها حتى لشي واحد. هزيتي بنتك في الليل ديتيها للطبيب تشوفي هادشي واش بصح ولا غير هضره ولا شنو؟ لقيتها الحمد لله ما كاين حتى شي حاجه. انا بنتي من اللي بقات لي غير بشرفها هذيك هي الدنيا وما فيها. ومنين جبتي هذا الاغتصاب ديال سبعه؟ كيفاش تغتصبت؟ بنتك باقا بنت؟ ما نقدرش يعني تغتصبت يعني ماشي بقات بنت ولكن نعم هذا الشيء اللي كاين دابا. ولكن شنو قلتي دابا؟ الحمد لله اللي بقات لي بشرفها. هذا الشيء اللي همك. شكون هاد الاذن الصاغيه اللي غادا تبقى توقف معاك؟ وما قديت نقولها حتى لشي واحد انا. علاش مناش خفتي؟ شكون هما هاد الاذن الصغيره؟ مشيتي دقيتي على شي باب؟ خفت من شويه، خفت من بنتي باقا صغيره ملي لقيت شارة انها غتولي ضحيه وسط الناس، وهي واخا هكاك خفتي من الشوها. خفت منها هي تكبر عندها مستقبل غادي تدمر لها حياتها كامل. ما مشيتيش ديكلاريتي؟ ما مشيتيش؟ ما ديكلاريت ما حتى شي حاجه. باش غنديكلاري انا؟ عارفه ما عرفت حتى شي حاجه. ولكن البنت عارفه؟ ما عرفاهمش. ولكن البنت تقدر تمشي ديكلاري باللي تعرضت للاغتصاب وتعداو عليها سبعه ديال الناس. يعني كاين المخزن في البلاد فاطمه؟ كاين، ولكن واخا غيكون ما خصكي ما هي وما لونها باش غتطلعي وتهبطي. واش خايفه من شي حاجه؟ خفت من الشوه. الشوه اللي همك؟ حيت المجتمع ما كيرحمش. وهادشي علاش تلتمتي ودرتي النظاظر؟ المجتمع ما يرحمكش. وحق بنتك؟ عند الله. عند الله. وهي شنو كتقول؟ ما كتقول والو. قالت لي ماما انا يا ما كنتش انا كنتظر كاع هادشي غادي يكون، انا ما عرفتش، انا يا الدريه اللي داتني. قالت لك غادي انا وياها في الطريق، ما عرفتش واش هذيك دايره مع داك الشيء ولا الله اعلم، انا ما نقدرش نحكم على الانسان. ولكن بنتك منين تعرضت لهذا التعدو؟ ماشي ديال واحد ولا جوج ولا ثلاثه، سبعه. هربها لا هربها واحد الدري معاهم. كيفاش ولات؟ كيفاش ولات البنت؟ واش دخلت سوق راسها؟ واش تركنات؟ واش ما بقاش كتخرج؟ يعني اللي تعرضت الايامات الاولى تبتات. ولكن تبتات. تبتات دخلتها الخلعه وهذا. دابا واخا هكاك ما كديرش شي حاجه خايبه، ولكن مرافقه مع البنات اللي ما كيكميو كيسكروا كيدير،
هي كتقول لك انا عادي، واش هي يا حياتها هذيك، واش انا غندخل لها في حياتها؟ كنقول لها ماشي هكا، راه انت غيبليوك، لان وحده الا كانت خايبه غتفسد كل شيء. هي صافي دمرت، بنتك ما كتكمي ما كتشرب، لا هي دمرت حياتها، راه غدمرك حتى انت. كتقول لك لا انا عارفه شنو كان، واخا. وهذاك الراجل اللي مرمي في الحباسات ساق الخبر لهذا الشيء كله؟ لا، قلنا المجتمع شوها، ولكن هذاك باها لا ما ساقش، ما ساقش، ضركتي وحتى لين هزا غير راسي. علاش؟ هادشي اللي عطاني الله، ما قدرش. انا غير من اللي قلت لك بنتي لاباس عليها، ما مقيوسه، ما ضاربينها، ما جارحينها. فاطمه كيفاش ما مقيوساش؟ يعني واش حيت هي باقا بنت صافي سال الفيلم؟ هادشي انايا اللي هذا هو الربح. ربح شي اخر ماشي شغلنا فيه، ياك هكذا تتفكر فاطمة. انا بغيت غير نفهم النفسيه ديالك، بغيت غير نفهم، نحط راسي في الموقف ديالك. وهاد الام يعني الله يحسن العوان، كيفاش بنتك تجيك في نصاصه الليل مغتصبينها سبعه، وانت دابا قدام خايفه مشو هاد المجتمع كتقولي يا ربي غير بقات لي بنت، يا ربي غير تبقى لي بنت، وماشي الاخر كلشي يتصلح كلشي يتقاد. واش كتخافي من راجلك؟ لا. وعلاش ما قلتيش لي هادشي اللي وقع؟ ما هو انسان في الحبس وغتزيدي عليه ثاني حاجه اخرى ما يمكنش. خفتي عليه بركه غير برك يقدر يخرج، نقدر نقولها ليه، ولكن هو في الحبس عرفتي انسان مريض، ما غتعرفيش شنو كاين، مسدودين عليه البيبان، راسي انا وجبد، ما غاداش نقدر نقاوم داكشي، لانه ما عنده ما يدير هو كاع، هو لو تسمع ما عنده ما يدير، غير مرض صافي. وانتي يا فاطمه ملي كتجلسي مع راساتك بوحدك وكتسدي عليك في اربعه ديال الحيوط، بين اربعه ديال الحيوط، ما كتقوليش اويلي وحدي شحال شي درت، ما كتقوليش هاد البنت المستقبل ديالها، ما كتبكيش عشرة من العين على بنتك اللي سبعه ديال ديال هي دابا، هي دابا ما دايره وما كدير والو. انا عارفه بنتي غير مبليه ليها بالزنقه، وباغا عاد تخرج، باغا تلبس، وهذا والمجتمع ما راحمهاش. عاد نزيد ثاني نقول اشنو غايقول؟ غايقول لك هادي راه كتاكل فيك العافيه غير بوحدك، يعني حتى شي واحد ما هز معاك الدقه بوحدك، منك ليها بوحدي، ما كتاكلكش في الداخل ديالك، ما كتشعلش فيك العافيه. كتاكلني، وملي كنشوف بنتي قدامي كنقول انايا ولو ما عرفت شنو يطرى، ملي بقات غير بنتي كدور حدايا هذيك هي الدنيا وما فيها. قتلوها ليا، جابوها لي جوج، اش غندير بها؟ وما توقعتيش لما جاتك بديك الحاله، ما توقعتيش يعني الأسوأ الكفس؟ توقعت كلشي، قلت لك ولات كنشوف فيها هي واقفه، كنتخايل انها غيجيو يقول لي بنتك ماتت، ولا اغتصبوها وتشوهوها، ولا مليوحه في السبيطار. انا الحمد لله ملي جاتني دقت علي وحليت عليها، كنشوف فيها كنقول واخا ما عرفتش شنو يكون، ملي هي باقه مترجى فيها الحمد لله. شكرا لك فاطمه. فتيحه قبيله خليتك شي شويه لان كانت نفسيتك وكنتي منفعله، دابا شنو بغيتي تقولي لهذاك الولد اللي مخرج لك العقل؟ اش كتقولي لنبيل بالضبط؟ الله يهدي اختي على نفسه، حيت انا ما نبقاش عايشه عليه. الله يهدي اختي على نفسه ويخدم حتى هو ويكون راجل، بغيت يكون راجل. انا ما حلتي دابا، بغيت غير شي حل، نخدم نوكلهم ولا نبرك نقابلهم، ما عرفتش انا شنو غادي ندير. وزهيره اش بغيتي تقولي لها؟ بغيت اختي تقرا، تكمل قرايتها اختي. تكمل قرايتها وتكون حتى هي شي حاجه في المجتمع. ماشي حيت كنت انا قاريه ما غيوقعش لي داكشي اللي غيوقع. نعم. انا ما بغيتش داكشي اللي وقع لينا يوقع لها حتى هي، بغيتها تقرا. غادي نمشي عندك ناهد، البنت فاطمه 14 عام والولد اللي 15 عام، واش مشى عليهم الحال باش يتعتقوا؟ واش مشى عليهم الحال يعني فلت اللجا من والديهم، ما بقى ما يدار لهاد الوليدات؟ حيت قبيله في المداخله ديالك ناهد ركزتي على من صفر لسته، من والو لست سنين بزاف ما يدار لهاد الوليدات. واش هاد الولاد صافي قطعوا الياس؟ واش هاد الوالدين قطعوا الياس؟ واحد السيده كانت غاديه في السوبر مارشي، ودائما كتخرج ولدها فيما يخرجوا باش يديروا لي كورس، كيشوهها الغوات والصداع، كيفركل في الارض هكا ويضرب برجليه وداك الشيء، ويا صافي 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 شنو بغيتي؟ يلاه قولي شنو بغيتي، انا نشري لك، يلاه خذ هادي، وعد ما عداش ما عداش، خذ هادي خذ هادي. ايوا فيما تمشي لهذاك السوبر مارشي كتولي تدخل السوبر مارشي هكا كلها كترعد. وحنا مع صاحبتها قالت لها اجي هاد الحاله انت فيها دائما، قالت لها هكا حالتي، فيما نخرج معاه باش نتقدى كيدير لي هاد الشوهه والجيران والناس، وكيعرفوني انا في الدرب معروفه، ما يمكنش كلشي هنا راه حومه، ما نقدرش، خاصني نحبس ونعطيه داكشي اللي بغى. قالت لها
قلت لها عرفتي راه الا بقيتي كديري معاه داكشي كله راه ما عمرو يتبدل، بحدك انت كديري معاه هكاك وغيدير هكاك. قالت لها ياك، قلت لها انا نقترح عليك واحد الحاجه. قلت لها اخ المهم، قالت لها شي حاجه فوتني. هالمره اللي موراها مشاو للسوبر مارشي، بدا عاوتاني الشوهه والغوات وداك شويه تهبط عليها هكا وحنت عليه. قالت له اهي انت ملي تالي تفركيل وتالي الغوات تصرصير رانا عند الجزار خلط عليا. هكا يهزت ساكها ومشات، دار هو اسمع له قفل ومشات. علاش محد الوالدين كيديروا اكزاكتومون لا ميم شوز اللي نقولوا اليوم ونقولوا غدا ونعاودوا بعد غدا وكنشوف ما عنديش النتيجه، محد الولد اللي قبالتك حتى هو كيعطيك نفس الجواب. الشريفه بغيتي شي تغيير نغير الحوايج اللي كندير، كنت كنعطيه الفلوس نحبس، ما خدماتش اوكي غنقلل الفلوس، كنت كنقول له ما تفيقش كينوض يلقى الغدا واجده ما نعطيهش الغدا، بغيتي الغدا نوض وجده. وكتبقي تجربي في الاستراتيجي، تجربي تجربي حتى واحد الساعه كتلقاي واحد الفلته اللي ها هذه خديت بها النتيجه غنكمل عليها. اما الا بقيتي اللي درتيه اليوم ديريه غدا وكتمناي تغيير، عرفتي شنو كيتسمى هذا؟ الحماق بعينه. لا تنقطع هضرته ما تنبقاش نهضر معاه، ما تنعطيه ليا كل والو، داك الشيء اللي فيه هو اللي فيه، ما تنهضروش ما تنبقاش نهضر معاه، ما تندويش معاه، ما نخلي ليه لا ماكله لا حتى شي حاجه، ورغم ذلك تيجيب الناس يطلبوني. داك غتجربي جربتي هذه جربتي هذه تيجيب الناس يطلبوني باش نهضر معاه. ما خدماتش جربي حاجه وحده اخرى اللي عليك انت مهم، سي غادي تقولي غنبدا نجرب كاع الوسائل، ولا بدات ربي الا شاد باب كيحل بيبان وحدين اخرين. الا هذاك الكانو ديال الكومينيكاسيون كيفاش كنتعامل معاه كنتحاور معاه في هاد الساعه هذا ما جابش يطلع، غنجرب حاجه وحده اخرى. الفياق هنا محدك، عايش عندي الفياق هنا باغ اكزومبل في الثمانيه، بغيتي ولا كرهتي؟ تيقول لك ما نوضش المحل ديال با. انا غير كنعطيك دابا اقتراح حيت مالوغوزمون ماشي اللي في، كنعطيك اقتراح ديال الواحد الا كيبقى يستمر يدير الحوايج بحال بحال كيحصل على النتيجه هي ما كتغيرش. بغيتي نتيجه وحده اخرى شوفي بحال ديري داك البيلون ديال اش كندير معاك اش نقدر نبدل باش ناخذ شي نتيجه وحده اخرى. دونك قلتي لي شحال عندها بنتك؟ الله يكثر خير 14 عام. بنتك عايشه ياك؟ عايشه فريمون الحمد لله. في نظرك عايشه؟ وا شنو نقول لك؟ ما عندي ما نقول لك اختي، زعما زيت فوق الطاقه ديالي. الو بنتك ما كنعرفهاش. اه. بحقها نقدر نقول لك في هذه الحالات اشنو يقدر يوقع. نهار واحد كيتغتصب جوج الحوايج، يا اما عنده واحد لا فورس انتيريور اللي كيدير بها حاجه وحده اخرى، كيبدا مستقبل واحد اخر اللي كيبني حياته يمكن يحقق شي حوايج اللي هما خياليين، حيت في ذاك النهار كيقول هذا الشيء اللي وقع لي ما عمره غيوقع لي، دونك غندير شي حوايج وحدين اخرين في حياتي اللي ما غاديش نعاود تخليني نوصل لهذ الحاله. غندخل وغنقرا وغنجتهد وغنجينا الاولانيه وغنولي برو ماجور دو برومو وغناخد شي. هذه هي اون فادير لا بروميير كيفاش يقدر الواحد الا وقع عليه هذا الشيء اشنو يقدر يدير. كيف يمكن له اوسي كيحس براسو مات، تحطم؟ لا ماشي مات، مات الداخل ديالو مات ميت، كيقول يا ربي لعل وعسى يعاودوا يرجعوا لي الروح. شكون اول واحد اللي عنده كاب كام لو رول ديالو سي الحمايه، محدك انت تحت مني في طاعتي خاصني نحميك اول حاجه، محدك تحت مني وطاعتي وساكن معايا خاصني نكون مسؤول عليك. الا كنرجع انا ميته من الداخل كنبغي غير شي واحد يرجع فيا الروح هي الوالدين، وكنجبر الوالدين كيزيدوا يقتلوني الثاني مره، الواحد شنو كيبغي يدير؟ واش غادي نكون انايا غادي نايد هذا الشيء؟ صدق كي الا بدا شي واحد هكا وما تعاقبش السبعه غدا غيوليو 14، بعد الله بعد غدا غيوليو حومه، غيبداو يهجموا على الناس واللي عنده شي بنت يديوها ليه للغابه ويقولوا هاد سالينا ها نرجعوها. ما كنعرفوهمش دابا. المهم ماشي واش كتعرفهم ولا لا، المهم بنتك خاصك تحاوري معاها باش تعرفيها واش اشنو باغا دير، حيت الا هذيك العافيه هكايا ما طفاتش نسخسكو واخا تمشي غير تقيد بالبوليس واخا ما يلقاوهمش، مي كتسمى بحال اللي شي واحد اعترف ليها بما راه تعداو عليها وماشي الفلطه ديالها. نعم. سينو راه كتقتلوها مره وجوج وثلاثه نعم. شكرا لك ناهد رشاد. غادي نرجعوا مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل باش نستقبلوا الحاله الرابعه اللي معنا اليوم في قصه الناس.
تابع باقي من البرامج الإلكترونية المتنوعة في أول تجربة بالمغرب. زوروا صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/mmunirofficial أو على الرابط التالي. رجعنا لكم مشاهدينا ديما في قصة الناس، وندوزوا للحالة الرابعة اللي كتتعلق مينا 50 عام وجوج ولاد. هي كتجر وهما كيجروا، والخوف هو شي نهار يتقطع الحبل بيناتهم. مرحبا بك مينا. اهلا وسهلا، شكرا مدام نور. مينا، انت المرأة اللي جلابة على ظهرك، ما كتحيديهاش الليل وبالنهار. حقيقة كتجري وتجري مور الولاد. حقيقة شنو مشكلتك مع ولادك مينا؟ المشكل ديالي ديال ولادي هما، انا عندي جوج وليدات، انا بغيتهم يخرجوا لي النتيجه تكون مزيانه. الا ربيت بغيت نشوفهم كيقولوا للناس احسن ولاد عندي. نعم، حيت على قبلاش انا باهم ما معاونيش، انا معاونه راسي بيدي. انا كنجري على ولادي، كنتبعهم للمدرسه وكنشوفهم مع من مشاو ومع من جاو ومع من وقفوا ومع من غادين واش كيديروا. قالوا لي مينا، انت الا جا شي ولد تيدق في الباب انت اللي كتخرجي تسوليه اش بغيتي وشكون انت ومنين جيتي وعلاش. حقيقة الا ما كانش كيقرا معاه ما عندي ما ندير به، واش كيدير هاد الدري؟ وإلا كان شي واحد ما مزيانش يمشي معاه ولدي؟ بمعنى انت كتعزلي الرفاقة ديال ولادك؟ ضروري نعزلهم ضروري. ولادك تيخليوك ديري هاد تدخلي فيهم هكذا؟ وولادي ملي كانوا صغار كنت كندخل فيهم وما كانوا حاضرين الراس. دابا الدري الكبير عندي ملي وليت كندخل فيه كيحس براسو كيقول لي يا ماما راه زدتي فيه. اه ها ماما هادشي راه الدراري كيقولوا لي، فين ما شوفوني كيقول لي ها ماماك جايه. ما بقاش الدري عندي الكبير راضي. دابا الدراري من تيشوفوها هما ماماواتهم ما كيجيوش؟ لا ما كيتبعوهمش. لا ما كيتبعوهمش. وما كتحسيش بلي انت بوحدك زعما؟ علاش انت من دون العيالات اللي كتبعي ولادك في اي بلاصه؟ انا في هذه القرحه حيت على قبلاش باهم ما معاونيش، خاصني انا نبين الاجتهاد ديالي، حيت لمت خصهم يرحموا عليا. انت المسؤوله على التربيه ديالهم؟ حقيقه المسؤوله عليهم، انا مسؤوله عليهم. انت مع ولادك في التيرانات ضروري في المدرسة؟ أيه. في الزنقة؟ أيه. إلا كانوا واقفين في راس الدرب أنت كتوقفي معاهم؟ أيه. مناش كتخافي؟ وأنا كنخاف من ولادي يخرجوا لي يخسروا لي المجتمع ويصدقوا يقولوا الأمة ما ربياش. وحتى لي حتى لي وأنت تبعد الولاد حتى يوقفوا على رجليهم. أنا عندي الغرض بيقرا ويخدموا ويوقفوا على رجليهم ويتزوجوا، الله يسهل عليهم. هذا الشيء اللي بغيت نشوف، باش يقولوا المرأة دي كورديه مربيه ولادها. تتمشي معاهم للمدرسه؟ ضروري، جوج خطرات في السيمانه كل واحد دايره لي لومبلوا ديالو، كنمشي عندهم جوج مرات في السيمانه. يعني هذا جوج وهذا جوج، عندك اربعه المشيات للمدارس. كنمشي عندهم، ما كنقولهاش لهم، حتى كنمشي عندهم عند الحارس العام واللي ميتخ ديالهم كلهم كندوز عليهم وكنسولهم وكنقول لهم شوفوا الا كانت شي حاجه ولادي ما قراوش ولا ما حفظوش ولا ما خرجوش لي ديفوار ديالهم كنطلبهم انا كنعطيهم.